أعزائي أبطال جونيور 5 صف الخامس، أهلا بيكم. إن شاء الله في الفيديو دوت هنعمل مراجعة لأهم القواعد بتاعة الوحدة الأولى وأهم الأسئلة إن شاء الله ممكن تجينا على الوحدة الأولى من خلال الملخص اللي قدامنا دوت. يونت 1 بيقول لي language functions، الوظائف اللغوية. لو جينا نبص هنلاقي أول حاجة عندي أول ستار أو أول نجمة أو أول ملحوظة عندي how about or what about plus verb plus ing. يعني what about how about معناها ماذا عن أو ما رأيك، بتعمل suggestions اقتراحات لأحد الأصدقاء أو لأي شخص معك، بتقول له what about or how about plus verb plus ing. يعني يا مستر لما ألاقي how about or what about على طول هختار الverb plus ing. أوكي، الملحوظة التانية عندي أو النوت التانية هي are there، يعني هل يوجد plus plural noun يعني اسم جمع. ليه يا مستر؟ لأن are هل هناك لازم يجمعها اسم جمع. is there هيجي وراها اسم ايه مفرد. example are there any box، are there any box، yes there are or no there aren't. ده طبعا سؤال بيكون interrogative question، سؤال بمعنى هل، لازم اجاوب عليه بيس اور اي اور نو. الملحوظة الثالثة ثيرد نوت هنا هي استخدام وان. طبعا انديفينيت ارتكل، اداة نكرة بتيجي بعد الاسم المفرد، اسم مفرد يبدأ بحرف ساكن، بحرف ايه ساكن. زي مثلا لما اجي اقول ا بن ا رولر اند سو اون، ان بيجي بعديها اسم مفرد بيبدأ بحرف متحرك، زي مثلا أبل تفاحة، أورنج البرتقانة، وهكذا. أوكي، سام وإني، سام وإني عشان يعني أغلب الأطفال الأعزاء أو الطلبة الأعزاء بيتلخبطوا في الإيه، في استخدام سام واستخدام إني. نخلي بالنا أنا عندي جزئين في استخدام سام وإني. إيه هم مستر الجزئين المهمين في استخدام سام وإني؟ بص يا سيدي، سم واني انت بتبص للي بعد سم، اللي بعد سم لازم يكون اسم جمع. ما ينفعش مثلا I have not apple تفاحة واحدة واقول سم، لا غلط، ما ينفعش ولا سم ولا اني تنفع. طالما الاسم جاء مفرد، الاسم مفرد يبقى يا يا ان، يعني absolutely or ان، ما ينفعش غير او ان لو الاسم مفرد بعد النقط. طب لو الاسم جمع او اسم لا يعد، يبقى قدامي يا سم يا اني. طب يا مستر اختار سم امتى واختار اني امتى؟ هتختار سم لو كان الكلام اللي قبل النقط اثبات او عرض او طلب، هختار اني لو كان الكلام اللي قبل النقط يا اما نفي يا اما سؤال، يا اما نفي يا اما ايه سؤال. دينا امثله يا مستر كده. I have some friends، يعني انا عندي بعض الايه الاصدقاء. هنا إثبات، جمل مثبت هاف هنا إثبات مش نفي. I have some friends، وكمان الكلمة بعد some كلمة plural يعني كلمة جمع. Will you bring me some water؟ جات الكلمة اللي بعد some لا يعد، والأسماء التي لا تعد. أنت في سنة خمسة أعرف لي بس الكميات والسوائل. الكميات زي إيه يا مستر؟ زي rice، زي sugar، زي meat، زي بريد، الحاجات اللي هي كميات ما بتتعدش، او السوائل زي ووتر، جوس، تي، كوفي، ووتر، اويل، زيت، والحاجات السوائل كلها ما بتتعدش. هنا بقى ويل يو برينج مي سام ووتر، ممكن تجيب لي بعض الميه، ده اسمه طلب. اسمه ايه؟ طلب. لكن وود يو لايك سام جوس، تشرب عصير، حد ضيف عندك ويقول لك تشرب بعض العصير او تشرب عصير، ده بيعرض عليك، ده اسمه عرض. هنا بقى do you have any present، هنا interrogative question سؤال استفهامي، اجابته لازم تكون بيس ونو، وهنا هستخدم اني عشان ده سؤال معنى هل. I don't have any present، انا ما عنديش اي اخوه، اصبح هنا السؤال، هنا الجمله نيجاتيف منفيه، يبقى هستخدم كلمه ايه؟ كلمة اني. طب افترض يا مستر جالي بعد النقط دي نقط، وجالي بعديها
بدل براذر، براذر بس من غير اس، يبقى ما بتنفعش اني، يبقى هنقول ايه؟ اي دونت هاف ا براذر، ما عنديش اخ، ما عنديش ايه؟ اخ، اند سو اون. اوكي، ده بالنسبه ل الجزء بتاع الجرامر. خلينا نكمل مع بعض، نشوف بقى بيج 2 ونشوف الاسئله دي، اهم النقط بتاعت الجرامر الموجوده عندي. نشوف بقى الاسئله. اول سؤال بيقول لي سبيس about going to the sea. اختيار الصح هيكون، هل هيكون speak about going to the sea، هنقول how about ولا which about ولا where about؟ طبعا كل الناس تقول لي يا مستر هختار how about. بس عشان انا قايل لك قبل كده في الورقة التانية ان احنا ممكن نستخدم what about. number two، Is there any box on the shelf? Am there ولا is there ولا are there؟ طب انا يا مستر في كلمة there، لازم هبص للاسم اللي بعد المحدد determiner اللي هو any، اللي هو كلمة box. box جمع فاس، يبقى على طول هختار كلمة ايه؟ are there. برافو عليكم. I have space cats. I have some cats ولا any cats ولا an cats. اولا قلت حدد الكلمه اللي بعد النقط، هي cats جمع، يبقى اذا an ما تنفعش خالص. ليه؟ عشان الاسم جمع، قدامي يا any يا some. ابص بقى للجمله، الجمله هنا مثبته، يبقى على طول اختار some وانا مغمض. برافو عليكم. number 3 بيقول لي there a book. a book كتاب، طبعا اسم مفرد فهختار كلمه ايه؟ is there. number 5 how is peace playing tennis. how about how often how for. طبعا في verb plus ing، يبقى على طول اختار كلمه how about. لسه مراجعين دلوقتي مع بعض. number 6 my sister has peace umbrella. a umbrella ولا an umbrella ولا some umbrella. طبعا لسه قايلين دلوقتي مع بعض في الورقه اللي قبلها، قلنا ان بيجي بعدها اسم مفرد بيبدا بحرف ساكن، وكلمه امبريلا بتبدا بحرف متحرك زي ما احنا شايفين هنا، فعلى طول هختار ان. برافو عليكم. اوكي، يبقى هقول هنا my sister has an umbrella. اوكي، number 7 would you like space water. would you like، ده طبعا سؤال على شكل عرض، يعني هو عرض اصلا، حد بيرد على حد حاجة تشرب بعض المية، يبقى would you like some water، تحب تشرب بعض الماء. I don't have space dogs. هنا طبعا كلمة dogs الاسم اللي بعد النقط عليه اس، اسم جمع، يبقى قدامي يا سم يا اني، يبقى ما تنفعش خالص، هستبعد خالص. هنا في نفي طوي، طبعا احنا قلنا اني بتيجي في النفي، يبقى اختار كلمة اني وانا مغمض. اوكي اوكي. Number 9 she doesn't have space cats. she doesn't have space a cats. she doesn't have a cats or any cats or some cats. sorry، هنا بقى نبص ركز قوي، لان كلمة cat هنا مفرد. يا مستر cat هنا مفرد، خلي بالي قوي ان ما ينفعش ولا some ولا any ينفعوا هنا. ليه حضرتك يا مستر؟ عشان خاطر كلمة كات كلمة سنجلر، يعني كلمة مفردة، فما ينفعش فيها ولا ولا. هتقول لي يا مستر ده في نفي، أقول لك عادي خالص. طب أنا أقول أنا ما عنديش مسطرة، I don't have a ruler. ما معيش قلم، I don't have a pen. عادي خالص، يبقى أختار كلمة إيه؟ a cat. خلي بالك عشان ممكن الطلبة في الطريق يقعوا فيه. number 10 can you lend me space money. كلمة money هنا اسم لا يعد، وطبعا ده سؤال طلبي، في هنا question mark. can you lend me يبقى some money. واحد يقول لي مستر مش انت ده سؤال، خلي بالك ده سؤال طلبي، ده سؤال ايه؟ بادئ بكان بكود بمي، هو مش سؤال استرجاتيف، مش سؤال استفهامي. can you lend me لان في كلمه تقرضني او تسلفني. I put space uniform. كلمه uniform طبعا انا جايب لك مثال هنا في حاجه يعني غير منتظمه ريجولر، وهو ان كلمه يونيفورم، قال لك ان حرف اليو يا مستر حضرتك او حضرتك، حرف اليو لو اتنطق يو اصبح كونسونانت، اصبح ايه؟ كونسونانت. فهنقول اي بوت ا
يونيفورم، يعني انا اشتريت يونيفورم. واحد يقول لي يا مستر حرف اليو هنا، حضرتك خلي بالك حرف اليو ده حرف فاول. اقول لك مش بس حرف اليو ليه 3 ساوندز، ليه 3 اصوات بتنطق او او يو او اه. لو اتنطق فيهم يو اصبح ساكن فهقول a uniform. Do you have space pens؟ هنا كلمة بنز جمع، على طول هستبعد a، ما تنفعش هنا الاسم جمع قدام يا صيم يا اني. هل انت عندك؟ ده سؤال استفهامي فهنقول على طول do you have any. برافو، هل عندك اي؟ ما ينفعش بعض. اوكي، لكن لو سؤال طلبي او سؤال في عرض، يعني في لند مي، في برو كان اي برو، ده سؤال طلبي فهنختار على طول سم. اوكي، ده كان بالنسبه لبعض الاسئله. خلينا نشوف يعني مور كويستشنز، اسئله اكتر. اوكي، بيقول لي ريد بيج نمبر 3، بيقول لي ريد اند reorder the following sentences. بيقول لي سؤال نمبر 1، a mango we have we garden we tree we in we them. وعايزني اعمل عمليه ترتيب للجمله دي. طبيعي ان انت حضرتك لما تبدا سؤال بتبدا بالفعل اللي هو we، فحضرتك هتكتب كده we. الفيرب اللي هيجي لي بعد كده هو الفيرب هنا في الجمله، بعمل خط مايل كده على كلمه وي عشان ما اختارهاش تاني. بعد كده هيجي لي الفيرب هاف، هاخد الفيرب لان عندي سبجكت بلس فيرب، يبقى هنقول وي هاف ا مانجو، يبقى هنقول ا مانجو تري مانجو تري، طبعا شجرة مانجا. فاضل لي ان وذا وجاردن، يبقى ان ذا جاردن. حضرتك ليه بقى ما ترقمش، او ليه انت تعمل تشطب كده اللي احنا بنختار اول باول؟ عشان على الاقل لو عملت لحد نص الجملة صح يبقى انا كده ممكن اخد نص درجة، يبقى ان هنقول ان ذا جاردن يعني في الحديقة. اوكي، دي حديقة جاردن، حديقة خاصة، اما بارك حديقة عامة. اوكي اوكي، نمبر 2، are tomatoes we any with there. عايز نبدا بكلمه are، الكلمه بالاحمر قدامي، يبقى هقول له are. احنا طبعا قلنا في النوتس الملاحظات اللي احنا خدناها، قلنا are لو جينا نبص مع بعض هنا are اهيت are there واسم جمع، ونكمل بقيه الجمله. يبقى هقول هنا are مرتبطه طبعا are ب there، يبقى هنقول are there يعني هل يوجد. فاضل لي توميتوز واني، طبعا المحدد بيج الديترماينر بيج قبل الاسم، يبقى هنقول اني توميتوز اي طماطم. اوكي، نحط كويشن مارك. نمبر 3، جراوند جرو اون باينبلز ذا، يبقى هنقول باينبلز اللي هي الاناناس، او الاناناس ده الفاعل عندي في الجمله. ماري مستر محتاج فيرب هنا، فين الفيرب؟ هل هو جراوند ولا جرو ولا اون ولا ذا؟ طبعا سامع حد بيقول لي جرو، برافو عليكم، هو ده الفيرب. يبقى باينبل جرو اون، يبقى ذا جراوند، ذا جراوند بينمو على الارض. نمبر 4، نمبر 4 بيقول لي ابدا بكلمه وات، هشتغل طبعا على وات وابدا بكلمه وات. بعد وات على طول هختار وات، بعد وات هيجي لي الهيلبنج فيرب اللي هو از، يبقى وات از. وات از ايه بقى؟ عندي فور وذا وريسبي، يبقى وات از فور ايه اللي بالنسبه للوصفه، يعني ايه خطوات الوصفه؟ يعني وات از فور ذا ريسبي، ما هي خطوات الوصفه؟ هتعمل استفهام. نمبر 5 بيقول لي ميكس يعني اخلط، اقول له اخلط، اخلط ايه؟ عندي مقادير وعندي ذا وعندي هان وعندي باي، يبقى اخلط المقادير بتاعت الوصفه او بتاعت الحاجه بايدك، يبقى ميكس ذا انجريدينتس باي هاند، ميكس ذا ان طبعا هشطب على ميكس وذا وانجريدينتس انجريدينتس واقول له باي هاند. اوكي، نمبر 6 بوت
يعني ضع، ضع ايه؟ عندي كلمة يعني نقول almond، يعني نقول almond يا almond اللي هي اللوز. حط، المفروض بيقول لي ضع، ضع ايه؟ عندي almond اللي هي اللوزة، وعند diamond اللي هو الماس، وبعد كده عندي on each على كل، وان. يبقى انا عندي لو جيت تلاحظ ان كلمة ان هنا هتبقى مرتبطة بكلمة almond او or almond اللي هي اللوزة، يبقى المفروض دي تيجي قبل دي، يبقى ضع ايه على كل مثلا؟ ضع diamond، يبقى بوت diamond على on but an almond sorry but an almond but an almond ضع لوزة على on each. يبقى احنا خدنا put an almond on each diamond on each ايه؟ on each، فاضل لي اخر كلمة اللي هي diamond اللي هي الماس. اوكي، نمبر 7 بيقول لي the mixture for minutes boil وabout. دي طريقة الوصفة بتاعت how to make بسبوسة. يبقى هنقول له boil يعني اغلي، boil the، يبقى هنقول boil the mixture، مش ده خط اللي اخترناه. يبقى احنا خدنا كلمة اغلي وخدنا كلمة mixture اللي هو الخليط لمدة، يبقى هنقول for، يبقى mixture for about، نحذف على كلمة about كده، فاضل لي كلمة 10 ونقول minutes about 10 minutes. اوكي number 8 turn يعني شغل. عندي بقى الجملة طويلة اترجمها كويس، عندي your وعندي on وعندي hot وعندي oven وto get وto وget وit. يبقى هنقول له turn يعني شغل، turn مرتبطة بكلمة ايه؟ on، turn on يعني شغل. يبقى احنا خدنا turn وخدنا on، شغل ايه بقى؟ هشغل ايه؟ هشغل البوتاجاز او الفرن اللي عندي اللي هي الاوفن. يبقى turn شغل بوتاجازك، يبقى turn your oven، يبقى turn your ايه؟ turn on your oven. طب لو حد مثلا قال لي turn your over on برضه صح، او turn on your oven. to لكي، يبقى هنقول له to، فاضل الفعل to بيجي وراه مصدر to get، to get يبقى to get، فاضل لي it. طب احنا خدنا oven to get it hot، to get it hot عشان تحصل عليه ساخن او دافئ. number 9 his mother were Jack very and poor، وعايزنا نرتب الجملة دي. يبقى هنقول جاك، ولد اسمه جاك، طبعا في عندي فاعل، في اتنين فاعل في الجملة اللي هو جاك، وفي عندي رابط adding connectors، عند رابط إضافة اللي هو and. هنقول جاك and، و and مين الفاعل التاني اللي هو his mother، طبعا بعدهم بعد الاتنين الفاعل دول هيجي لي verb اللي هو were. يبقى جاك and his mother فاضل لي very poor، were very poor. اوكي so وجاك وجاينت وبيج وافري، وعايز اقول جاك، يبقى هبدا بكلمه جاك الفاعل، الفيرب بعدها اللي هو كلمه سو، جاك سو، جاك سو، خلصناها كده. شاف ايه بقى؟ عندي عملاق وعندي ضخم وعندي فيري، يبقى انا لازم ارتب الجمله صح. يبقى هنقول they saw، هم شافوا، شافوا ايه؟ a very big giant، يعني شافوا عملاق ضخم جدا. لو جينا نلاحظ كلمه very دي درجه صفه، وبيج درجه صفه اللي هي الصفه، بيج صفه، وجاينت صفه ثانيه. بس الجاينت هنا جات اسم وهي معناها اللي هو عملاق ضخم، يعني عملاق ده يعني جت اسم هنا. يبقى زي سو a very big giant، يعني شافوا عملاق ضخم. اوكي نمبر 11 بيقول لي
the golden they eggs sold food to buy. يبقى هتبدأ بالفعل اللي هو كلمة they بتشد عليها خط. they طبعا هيجي وراها verb اللي هو they sold يعني باعوا. طب واحد يقول لي طب ما في تو باي، ما تو باي على بعدها ما ينفعش اقول زي تو باي. يبقى زي سولد باعوا ايه، انا عايز المفعول هنا ولو كلمه اكس بس قبلها لازم تقول ذا جولدن. ممكن تجي لك جولد، ممكن تجي لك جولدن. زي سولد ذا جولدن اور جولد ايج، جولدن ايجز. مالها يا مستر ليه؟ يبقى زي سولد ذا جولدن ايجز. فاضل لي ايه؟ فود تو باي. يبقى هقول تو باي فود، to buy food. اوكي وات، هبدا سؤال بوات. طبعا وات هيجي بعدها فعل مساعد يا فعل ناقص. الفعل الناقص هنا هو كلمه وود، زي وود. ايه يا مستر؟ زي وات وود، وات وود فعل يو، يبقى وات وود يو لايك، ماذا تود او ماذا تحب. خلينا نشوف بيج نمبر 4 ونشوف الباقي السؤال اللي هو الترتيب. بيقول لي نمبر 13 there و tomatoes و are و any. يبقى هنقول are، هبدأ بكلمة are. يبقى هقول are، طبعا مرتبطة are مرتبطة بكلمة there، يبقى are there are ثم there، فضل لي any tomatoes. are there any tomatoes. اوكي نمبر 14 all و that's و need و now و for و I. يبقى هقول له ذاتس ده كل، ذاتس يعني ده كل، اول اللي هذا كل، اللي انا اكيد اي هحط انا هنا، محتاج نيد فاضل لي فور وكلمه ناو. هاو طبعا احنا لسه شرحين دلوقتي انه هاو اباوت، هاو اباوت بيجي ورا بعدها. يبقى هاو عندي اباوت، لو انت حافظ القاعده تقول لي هاو اباوت والفعل مضاف عليه ان جي، انت خدت كده تلات ارباع الجمله صح او السؤال صح. هاو اباوت هنقول باينج ونقول سام ليمونز، سام ايه؟ ليمونز. اوكي واتس يبقى هنقول له واتس. واتس اكيد معها يور، طبعا هي معروفه على بعضها كده. واتس يور فيفوريت، واقول له اخر حاجه فود، اخر حاجه ايه؟ فود. نمبر 17 بيقول لي among tree garden that we in we have. هنقول له we، هبدا بفاعل يبقى we have، احنا عندنا we وخدنا have، عندنا ايه؟ among tree، a mango tree. فين بقى؟ فاضل لي garden وذا وان، يبقى in the garden. وكمل الجمله لحد الاخر. and my onions grow uncle، وكمل potatoes. يبقى هنقول ماي ايه؟ ملكيه، يبقى ماي انكل، يبقى عمي. نقول ماي انكل عمي. ماله يا مستر؟ الفعل هنا جروز بيزرع، طبعا عند رابط اضافيه نقول اونيونز اند بوتيتوز، يعني نقول بوتيتوز اند اونيونز الاثنين صح، ما فيش مشكله فيهم. وكمل الجمله لحد الاخر. نمبر 19 كولكت ايجز وهي وايفر داي وفريش. يبقى هقول هي الفعل، بدات بالفعل هي، بعد الفعل هيجي الفيرب اللي هو كولكت، يبقى هي كولكت يعني هو بيجمع، هنضيف هنا بس اس، يبقى هي كولكتس هو بيجمع، بيجمع ايه؟ فريش ايجز، عند الصفه اللي هي فريش الاول اقول له فريش ثم ايجز، بيض طازج افري فريش ايجز افري داي، افري ايه؟ داي كل يوم. واكمل الجمله. باينابلز يبقى هبدا بكلمه باينابلز، بدات بكلمه باينابلز اللي هو الفاعل. عندي فعلين، عندي فعل جرو وعندي الفعل المنفي اللي هو الفعل المساعد. ابدا بالمساعد الاول وهنقول باينابلز دونت، مالها يا مستر؟ بالفعل الاساسي الفعل في المصدر دونت جرو، فاضل لي اون تريز. واكمل الجمله. واتس يبقى هقول واتس يور فيفورت فود، وتكررت معانا. خلينا نشوف جزء من الاختيارات على الكلمات، يعني ده اهم الاختيارات على الكلمات الموجوده عندي في اليونت، والاختيارات سهله وبسيطه. بيقول لي وات ار ذا نوت اوف ذيس ميل، ما هي الايه بتاعت الوجبه ديت، ما هي الانجريدينتس ولا التشين ولا الماركت. طبعا على طول هقول وات ار ذا انجريدينتس، المقادير بتاعت الوصفه. كشري هاز لنتلز رايس اند، الكشري ده عباره عن ايه او ايه محتوياته؟ العدس والرز والايه والتشيك بيز اللي هو الايه الحمص، ما ينفعش طبعا اللحمه ولا ينفع عشب. لنتلز بيناتس اند تشيك بيز بلونج تو ا جروب
of food called lentils والبيناتس والفاصوليا والحمص بينتموا إلى فصيلة من الطعام تسمى طبعا الليجيومز اللي هو البقوليات. The food space shows how plants and animals get their energy. زي النباتات والحيوانات تحصل على الطاقة بتاعتها طبعا ده الفود تشين وهو السلسلة الغذائية. Number 6 plants are space are consumers producers decomposers. طبعا هنقول النباتات تسمى producers اللي هم الايه المنتجين ان هم بينتجوا لي الحاجه اللي احنا عايزينها. اوكي okay. I want to eat space apple. طبعا تفاحه مفرد على طول ما ينفعش صم يبقى قدامي يا يا اني تفاحه بدا بحرف متحرك يبقى هختار كلمه ان نخلي بالنا عشان صم واو اني ممكن يلخبطونا. امل doesn't have امل ما عندهاش ايه onions بصل. طبعا onions جمع يبقى ما ينفعش على طول قدامي يا صم يا اني وده نفي يا مستر يبقى ناخد اني. How about وانت مغمض فعل مضاف عليه ing are there any هل يوجد اي. طبعا are يبقى لازم اخد جمع ده مفرد ما ينفعش ده مفرد مش هتنفع يبقى قدامي كلمة grapes هي الجمع. I would like space bread a ولا an ولا some. طبعا هقول I would like some bread. ليه some يا مستر شرح لنا حضرتك ليه لان كلمة bread اسم لا يعد ما ينفعش معها ولا a ولا ينفع معها an. اوكي do you have يعني do you have يعني هل عندك. do you have a do you have space potatoes do you have a or any or some. طبعا واحد يقول لي يا مستر a ما تنفعش اقول لك شاطر ما تنفعش خالص ليه بقى ان potatoes جمع قدامي يا سم يا اني ابص بقى هل ده سؤال بهل ولا سؤال طلبي ولا سؤال عرض. طبعا ده سؤال بمعنى هل يبقى هختار كلمه do you have any وانا بقول اوكي let's move to page number 6. بيقول لي نمبر 12 جاك سو a very big person. شاف شخص ضخم جدا. الشخص ده هو يسمى ايه؟ هل هو giant or cage or grape. طبعا giant يعني شخص ضخم او عملاق. نمبر 16 the bird was inside the الطائر كان بداخل ايه؟ كان بداخل الكيج طبعا ما ينفعش البوك ولا رينج. نمبر 14 let's space a cake let's throw a cake let's cry let's bake. طبعا يلا نغبس كيكة او نعمل كيكة. dogs and cats have كلاب القطة عندهم ايه beaks منقار ولا عندهم ريش ولا عندهم ديول عندهم طبعا ديل. as a space is a very large building built many years ago يعني مبنى اتبنى في الماضي من سنين طويلة هو طبعا كلمة الكاسل اللي هي القلعة. بيقول لي نمبر 17 I always help my mother space أنا دايما أساعد ماما إيه الخضار chop أقطع الخضار. I want to space بسبوسة I want to طبعا bake ولا boil ولا turn on. طبعا هو عندي turn لوحدها وon لوحدها يبقى I want to bake بسبوسة أعمل بسبوسة. We have space vegetables and meat for lunch we have a خضار ولحم على الغداء. We have a بقى we have a عندنا ثلاث اختيارات فتخلي بالنا لان بيقول لي we have vegetables and meat for lunch. لو انا مش مركز مش هقدر احل المثال صح. ليه؟ لان انا عندي كلمه stuffed vegetables اللي هو المحشي ويبقى have هنا معناها احنا بناكل محشي ولحمه على الغداء مش احنا ما انت ممكن واحد يقول لك احنا ما ينفعش طبعا يكب لكن ممكن نقول احنا وزننا خضار ولحم على الغداء بس مش ما تجيش قوي برضو لان هي كلمه على بعضها اسمها احنا كنا stuffed vegetables كنا محشي على الغداء او بناكل محشي على الغداء. منى سبيس اوت ذا انجريدينتس زي وير 1 كيلوغرام منى بويلد اوت ولا كات اوت ولا ويد اوت. طبعا ويد اوت يعني وزنه المقادير بتاعت الوصفه بتاعتها وزنه المقادير وكانوا حوالي 1 كيلوغرام. سبيس ذا ميكستشر انتو ا بيكينج دش طبعا بور يعني صب الخليط في بيكينج دش اللي هو الطبق بتاع الايه بتاع الخبيز. اف يو نوت تو كالرز يو جيت ا نيو وان you if you mix لو انت خلطت لونها هديك لون جديد.
I would space an orange. I would طبعا would be جواب فعل في المصدر. I would like. I would إيه؟ like. ونشوف بقى آخر أمثلة بالنسبة لي دلوقتي. هي بيقول لي أحمد، أحمد سبيس، أحمد سبيس، أحمد's favorite نقط dessert is dessert. الحلو بعد الطعام هنا dessert اللي هو الحلو بعد الطعام. إيه الحلو بعد الطعام؟ لا الملك، اللبن، ولا المية، ولا الشوكولاتة طبعا الحاجات اللي فيها شوكولاتة سكريات. Would you like space orange؟ طبعا orange كلمة مفردة، فطبعا ما ينفعش اسم خالص قدامي اي ان، يبقى هختار طبعا ان اورنج عشان ما يلتقيش اتنين متحركين ببعض فصلتهم بقى. Is there space juice؟ هل هناك ايه عصير؟ عصير لا يعد، ما ينفعش خالص قدامي يا سامي اني. طبعا ده سؤال بمعنى هل، يبقى سؤال استفهامي، يبقى هقول له Is there any juice؟ هل هناك يوجد عصير؟ How about بيجي وراها فعل مضاف عليه ing. ماجد uses، ماجد بيستخدم، بيستخدم ايه؟ to make كشري. بيستخدم ايه عشان يعمل كشري؟ طبعا هيستخدم البذور ولا الكوكيز الكحك ولا الحمص؟ طبعا هيستخدم الحمص. وبكده اصدقائي نكون وصلنا معاكم. good luck best wishes that's enough series. I hope this video meets your attention. thanks for following me. see you in the next video ان شاء الله and goodbye. لو محتاجين ان شاء الله في اي تعليقات، في اي كومنتس، وهدي في الكومنتس وإن شاء الله نرد عليكم بإذن الله. see you and goodbye.